مرحب حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة حلوة جدا سهلة وسريعة وبتتحضر تقريبا بخمس دقايق، وكتير كتير طيبة وبسيطة واقتصادية. عن جد بتمنى تجربوا هيدا الحلو قد ما سهلة وبسيطة. بهيدا الشكل، هيدا الشكل الحلو والرائع. طبقة البسكوت مع الشوكولا، حلو كتير سهلة واقتصادية. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط بالطنجرة كوبين حليب، ملعقتين طعام نشا، ملعقتين طعام كاكاو، بنخلن عشان ما يكبتلو عنا بالخليط، وبضيف 4 معالق طعام سكر، ملعقة 2 3 4. بحركن شوي على البارد، بحركن تحريك مستمر على الغاز ليشتد عنا الخليط. بس اشتد عند الخليط بهيدا الشكل صار. هلأ بطفي الغاز. عنا بسكوت الشاي ما ننصفهم بالصينية، طريقة حلوة جدا سهلة وبسيطة. حط من الخليط اللي عملته أنا وياكم على وجه البسكوتات، طبقة بسكوت، طبقة شوكولا، طبقة بسكوت. بنضل نعمل طبقات بسكوت وشوكولا ليخلص عنا الشوكولا. بعد ما حطينا طبقات البسكوت والشوكولا بخليها على المجلى لتصير بحرارة الغرفة، وبرجع بحطها بالبراد أقل شي ساعة. هيدا الحلو بعد ما حطيتها بالبراد. هلأ بدي رش على الوجه كاكاو، كاكاو بيعطي شكل حلو ورائع. هيدا الحلو اللي عملته أنا وياكم تقريبا بحوالي 5 دقايق. بتمنى تعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.